بن حمادة شريفة، عضوة في مكتب أبناء مجاهدين مكتب بقديل. بمناسبة مظاهرات 11 ديسمبر نشكر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أرزيو ورئيس دائرة أرزيو على ضيافتهم وعلى إتاحتهم لنا هذه الفرصة للم الشمل أبناء مجاهدين وتكريما للمجاهدين وأبناء مجاهدين في بلدية أرزيو. نشكركم شكر جزيل. عاشت الجزائر حرة أبية. تحيا الجزائر. بمناسبة إحياء اليوم 11 ديسمبر أو مظاهرات 11 ديسمبر الخالدة، نحتفل اليوم بهذا اليوم الذي يعتبر نقطة خالدة في أذهان الجزائريين، كيف لا، وهي النقطة التي أو المرحلة أو اليوم الذي فرض على الرئيس ديغول الاعتراف بجبهة التحرير الوطني كممثل للشعب الجزائري، وبعدها الاعتراف بوطنية الجزائر وباستقلال الجزائر. إذن هذه المناسبة تعتبر مناسبة لنا نحييها، ذكرى لأمجادنا، ذكرى لتاريخنا العظيم الذي بفضله نحن نعيش اليوم أحرار. وبالمناسبة أتذكر ما يحدث في غزة، وهذا الشيء الذي وقع في غزة يذكرنا بما كان يحدث للشعب الجزائري إبان الاستعمار، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمنحهم الصبر والاستقلال الذي منحه الله لنا في 5 جويلية 62. فنرجو الله أن يقرب استقلالهم ويجعل هذا التضحيات التي يضحيها الشعب الفلسطيني من أجل استقلاله تكون تضحيات للشعب الفلسطيني القادم لكي يعيش حرا كما نعيش اليوم. باسمي وباسم كل الشعب الجزائري وباسم المنظمة الوطنية للمجاهدين أتقدم للشعب الفلسطيني بكامل مساندتنا له بكل ما نملك، وحتى يكون شعبا مستقل إن شاء الله.